وبعد قراءة أول صفحة تبدأ حكايتنا الخيالية. تخيل معايا غادي تمشي غادي تخطب شي بنت، شنو غادي تقول لها؟ انا انفلونسور؟ لا، او موان تكون عندك شي حاجه، يكون عندك شي كارير لي ستابل، عاد تشوف الانفلونس. وانا ما عندي زهر، كل شي عطاني بالطهر، ما يرزقني بالصبر ويكون بالقنطار. وانا ما عندي زهر. وبنادم ولا تيتزوج باش يقاد دري، وطفاك اخويا فين وليا مع بنت عايش الحلال بزاف. تزوج ولا باقي؟ لا باقي، سيرو باطي. سيرو باطي؟ سيرو باطي. واش كتسنى؟ كنتسنى الموت ان شاء الله. يلا كلشي اللي معنا شويه تحيدوس، يلا يلا يا في خطر الشلوح هادي. ايوه يلا. وما يزيد دار غوريك هيتو غوص الخير، 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 وما يزيد دار غوريك هيتو غوص الخير. شوفوني نوفل جما سوفل يا بعد من هالعار هالعار هالعار. انا وياك الليل وبرشا حكايات في البردوش ننتقل الى عالم مختلف. من هذيك البنت غير الخير، كنظن بلي راه حتى هي ما شافتش مني غير الخير، ما درت لها حتى شي حاجه خيبه، ما درت ليا حتى هي حتى شي حاجه خيبه. نتمنى لها كل خير، نتمنى لها النجاح في حياتها. الاحترام غادي يبقى مني ديما فور ذا مومنت، الواحد يرجع للحياه الطبيعيه ديالو. غادي سحرت ليه وجع لي رجلي. انا جايب الكيس شوكولا من غير الوين الفخاز اللي عندك. قولي اليوم من نهار دخلتي لاصال شكون كيشري الفلاور؟ قولي اليوم من نهار دخلتي لاصال شكون كيجيب لك فري ورك اوت؟ قولي اليوم تليفونك تليفونك شكون يجيبه؟ انا بعدا كون عطاني السيطره ما نقولش لك، كنت سديت عليهم انا فشي قنت ما ياكلوا ما يشربوا. انا في هذه الحاله وفي يوم عيد الحب سنقول مجازا في العاشقه صباحا. بغى خديجه. يا خديجه غير رجعي للدار. نجيبوها عليه قال لك عادي يابا تيتزوج بها. عيد الحب هو عيد اغلى شيء عندك في الحياه. حب عندي هو طاطا وزيتو. واش ليها المحجوب؟ ديال المحيا يعطيها لي هنا العز. الله يرحم لكم الوالدين. الوالد كيشوف هادي امانه. جيبي الامانه وجيبي اسير. الوالد كيشوف انا كنا عد. احنا كنبقاو بعضياتنا وقابلي على بعضياتنا وغنبقاو مع بعضياتنا حتى الموت. انا راه دفعت الطلاق هادو الرند. Oh.
والله ما نخرج. تفضل يا استاذ. هذه الكوزينه ياك اخبارك انت عزيز عليا بزاف والله. طيب لي شي نص نص في طول لا غدا تحط الاخوان انا راه خفنا شويه الصيف هنا راكم عارفين. السلام عليكم. حنا خدامين على واحد القانون جديد ان شاء الله في 2025 غادي نطبقوه. الزواج ما غاديش يبقى عقد مدى الحياه، غيولي عام عامين قابل للتجديد. دخل من الباب وهي عمي على بنتك كمل ديني انت خدام عندك الدار الطوموبيل بس مقام غنداوتي روح طلحه وتسولي على الضو دابا هذا اللي مشى الجامعات تمشي بين الناس كي نروح الناس ما صابراش ولي راح يدو لي دوار قلت ليه انا بغيت نتزوج بشي بنت الناس وما لقيتهاش. قال لي عندك الدار؟ قلت ليه اه. قال لي عندك الطوموبيل؟ قلت ليه اه. قال لي عندك الفلوس؟ قلت ليه اه. قال لي انا نكون لك بنت الناس. واه سيدي خلخل كيسكي ياكسا ايدك